الدوري هو الامن والامان للجمهور وللعيبه وللاجهزه ولكل القائمين على المباريات. ده يهمنا اكتر بكتير جدا من عوده الدوري. اعتقد ان احنا في الفتره اللي جايه لازم نبذل مجهود كبير جدا في تامين المباريات. اعتقد ان احنا لازم كل الجهود تتوحد او كلنا نكون ايد واحده. ازاي ننشر ثقافة اللعبة من تاني من اول وجديد بعد الانهيار اللي حصل في اللعبة في الفترة اللي فاتت. اعتقد ان لازم دور الاعلاميين الرياضيين في الفترة اللي جاية يكون هو توعية الشباب وتوعية المسؤولين عن الاندية والاندية واللعيبة ازاي مواجهة الاحداث المماثلة لاحداث المباريات الزمالك واحداث بورسعيد والاحداث اللي هي اللي فاتت. اعتقد ان هو ده الدور اللي احنا لازم في الفتره اللي جايه نحاول نشتغل عليه ونحاول اللي احنا نوصله لكل الناس ان الكوره هي هدفها الاول هي المتعه والمشاهده مش هدفها الصراع والخناقات والتحدي والموت اعتقد ان لو الكوره ارتبطت بالاحداث دي مرة تانية يعني ما فيهاش متعة ما فيهاش يعني احنا كل الناس بتتفرج على الكرة في كل العالم عشان تستمتع وتنبسط وكده وبس، لكن مش بتتفرج على الكرة عشان خاطر تروح تهاجم بعض وحد يجرى له حاجة. طبعا كلنا نتفق نختلف، روح البني آدم الواحد أهم 1000 مرة من 100 مباراة كرة طبعا. فأعتقد إن احنا إن شاء الله كريم في الفترة اللي جاية بإذن الله هنعمل يعني جهدنا كله ان احنا نوصل الناس للمفهوم دوت، وربنا يكرمنا وتكون المسؤولين واتحاد الكوره يكون مذاكر الموضوع كويس ويتلافى الاخطاء اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، وربنا يكرمنا وان شاء الله يكون عوده الدوري عوده يعني كويسه لكل الناس دول ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايهاب جلال رئيس قناه النهار رياضه، بشكرك شكرا جزيلا. طيب